خدمت تقريبا 15 عام في القطاع الخاص، ولكن كنت غالبا كنخدم في الاورديناتور وكنت كنبغي العمل اليدوي. الوغ خديت واحد القرار، جا ديميسيوني ودرت ان اتولي في الدار ديالي. كنت كندير تجارب في بزاف ديال لي زوبجي ديكوراسيون، ولكن ما كانش عندي ستاتيو فيسكال. في 2015 جا لو ستاتيو ديال المقاول الذاتي وكنت اول منخرطين فيه. دونك كان داكشي من بعد ما اتصلت بمعوك بي ام او، حضرت في الاولى لي فورماسيون ديال معوك بي ام او. اذا هذا ستاتيو مكنني انني اولا نخدم في داري، ثانيا نقدر ندير دي فاكتور، وهذا الشيء اللي يمكنني نخدم مع شركات ونوجه الاسواق. خديت لو مارشي ديال لي كادو ديال 8 مارس مع لاسوسياسيون دي كادر دو ماروك بي ام او. كنت جي انكادري واحد لو كونكور دو ديسان مع بريد المغرب. هذا الشيء ما كانش ممكن كون ما كانش عندي لو ستاتيو ديال المقابل الذاتي. اذا الخدمه ديالي باش تبان خصني نشارك معارض، و سان افوار ان ستاتيو فيسكال كاي زعما مزيان ما كانش ممكن ندير المعارض. الاهداف المستقبليه ديالي انني نكبر شويه لا سوسيتي، نقدر ندخل معايا ناس نخدمهم معايا الى ان شاء الله لقيت دي مارشي، و بوركوا با دو شانجي دو ستاتيو فيسكال. ولكن كون ما كان المقاول الذاتي ما نقدرش ندخل هذه المغامره اللي كنتمنى تكون النهايه ديالها مزيانه.